رجعنا لكم، مرحبا بكل ما التحق بنا في المتابعه الان في حلقه اليوم من نهاركم فول ويكاند. كان ما بديتوش من الاول نجموا تلقاو الحلقه كامله على باج الحوار التونسي والا على شان يوتيوب الحوار التونسي. برشا عائلات وبرشا ازواج تدخل في مشاكل كبيره برشا. من شنو يدخلوا في المشاكل هذيا؟ من جرة تربيه الاطفال، كل واحد يحب يامر وينهي، من العائله الموسعه، مانيش نحكي على الام والبو فقط ولكن من عائله الام من عائله البو، كل واحد يحب يعطي النصايح نتاعو، يعطي طريقته في التربيه نتاع الاطفال، واحيانا يمشي لبعيد يحب يفرضها على الام ولا على الاب كيما هو يربي يحبهم هما زيدا يربيو بالطريقه هذيك، وهذا ساعات يسبب لنا في برشا مشاكل. كيفاش نعملوا باش نجموا نربيو صغيراتنا ما غير ما نعملوا مشاكل مع عائلتنا؟ وشنو الطريقه الاسلم لتربيه الاطفال؟ تحضر معنا الدكتوره عفاف شراد، طبيبه نفسانيه. صباح الخير ونهارك زين دكتوره. نهارك زين عفاف، مرحبا بكم. مرحبا بمشاهدينا الكرام، يعيشك منورتنا. يعيشك بوجودك. نحب ناكد على حاجه ايجابيه في التواصل بين الاجيال، من الجد والجدة للأب والأم للطفل، مهم برش. رانا كي باش نحكيو هكا مش معناها باش نستغنيو على أدوار الجد والجدة في حياتنا، ما نجموش نستغنيو بالضبط عليهم، لأنهم الخبرة زادة مهمة برشا في التعامل مع أطفال. الجد والجدة هو حب متواصل عنا نحن في عاداتنا التونسية، نقولوا عزم الولد ولد الولد. دونك فما حب كبير يتعطى للطفل هذيك في وسط العائلة. معناتها الأب والأم بصفة عامة يبداو عندهم ضغوطات الحياة وما عندهمش وقت باش يعديوه برشا مع صغارهم، ما عندهمش خبرة، تجربة أولى تبدأ بالنسبة ليهم. الجد والجدة يكونوا في المساعدة، يعوضوا كمان شوية متاع الأولياء. الجد والجدة عندهم الوقت أكثر، يعطيو أمان، يعطيو إحساس بالأمان للطفل، يوصلوا دي فالور للطفل، يعلموا الطفل الأمانة، الثقة، الصدق، تعطيهم ثقة في النفس، وهذه الكل يتواصل حسب الخرافة بصفة عامة. معناتها سواء جداتنا أحنا في الجيل متاعنا كانوا يخرفونا السهريات، كانت الأكثر تتعدى بالخرافات نتاع المماوات. الجيل اللي بعد وليت الجدة تقرأ القصة للطفل، تعديله المعلومة والفالور متاع برشا حاجات في الحياة أتخافيغ لا ليكتور بصفة عامة. دونك هذوما الكل إيجابيات. أوكا الدكتورة من الأول حطت لنا في إطار، معناها رانا ما عندنا حتى شيء اليوم كي باش نحكيو في الموضوع هذايا ضد دور يعني في دور الجد والجدة في حياة الأطفال نتاعنا. باهي دكتورة، حتى نحاولوا نفهموا علاش احنا اخترنا الموضوع هذايا، علاش العائلات يحبوا يتدخلوا في تربية الصغار؟ هو توا بحكم الأم تلقاها تشتغل بصفة عامة، معناها الصغير وقت اللي يبدا في النمو نتاعو من العمر عامين ثلاثة سنين باش تهزو يا للروضة يا للكريش والا باش نجيب له دار ماميتو دار عزيزو. بالضبط. بصفة عامة الطفل ولا الطفل الصغير هذاك في دار الجد والجدة يلقى نوع من الإحاطة ومن وعند الأولياء باش يكون فما الحزم، الحزم فما الردع فما بحكم الساعة لي باغون ما عندهمش وقت نهار كامل يخدموا، دونك كيف يروحوا يبداو ستريسي وانكسيو ما عندهمش وقت باش يسمعوا راهو أطفالهم. معناها هذه راهو مشكلة كبيرة زي مشكلة. الأب والأم يلقاو شوية وقت في الويكاند، دونك الجد والجدة عندهم أكثر وقت ويبداو بصفة عامة راهو لي كونفيدون تاع الصغار، معناها الصغير قد ما يحكي سره للميمة نتاعو حتى يلقى فيهم نوع من الأمان، يعلموهم احترام الآخر على خاطر الجد والجدة عندهم الوقت باش يسمعوا الطفل هذاك، يعلموه بصفة لا شعورية يسمع هو الآخر ويحترم الآخر.
وكيف تبدا عندهم مشكله خاطر لي بارون سون ستريسي، تبدا ساعات الام اللي هي في التليفون واللي هي في مشاغل الدار والخدمه نتاعها، ما عندهاش وقت باش تسمع صغيرها حتى في سن المراهقه. هو في سن المراهقه يتكونوا سورتو المشاكل هذوما. فرانسواز دولتو اللي هي بسيك اناليست من اشهر المحللين النفسانيين في العصر نتاعنا نحنا، تعطي نصيحه للاولياء تقول لهم pour les grands-parents، معناها للجد والجدة، وقت اللي حشتكم بيهم امشيوا لهم، وقت اللي ما حشتكمش بيهم ما تمشيوا لهمش. معناها وتنصح لي غران تقول لهم وقت اللي لي بارون حشتكم بيكم كونوا موجودين، عاونوهم، ساعدوهم. اما مش انتوما اللي تمشيوا ولا انتوما اللي ما تاخذوش قرارات في بلاصتهم. ما تختارش انت المدرسه نتاع ولد ولدك اللي باش يقرا فيها، ولا نتاع ولد بنتك اللي باش يقرا فيها، هذوكم قرارات ياخذوهم لي بارون. لكن الجد والجدة عندهم دور، نقولوا احنا لامورتيسور. شنو معناها لامورتيسور؟ معناتها وقت اللي يكون فما تنسيون، فما غضب، فما اشكال، فما مشاكل ما بين البو والام، تلقاهم الجد والجدة هما اللي يحاولوا يابسورب سيت تنسيون باش يخليه الصغير عنده الاحساس بالامان، عنده الاحساس بالثقه في النفس خاصه، عنده الاحساس بالسيكوريتي، معناها اللي هي الطمانينه والامان. دونك ما نردوهيش مشكله، ما نقولوش لي بارون يدلوا في ولدي برشا وهذا ما يساعدنيش. ولكن دكتورة تو احنا انت هذه حكيت لي على العلاقات المثالية لهنا، ولكن هذا ما يمنعش وانه في الواقع احيانا برشا نشوفوا ممارسات مختلفة عن هذه، نلقاو وانه بعض من لي غون بارون اللي يدخلوا بطريقة اكزاجيري ياسر، انهم يحبوا بالفعل ياخذوا دور الام والا دور الاب، وانه يعني ما نحبش نقول يتجاوزوا حدودهم ولكن فعلا هما يتجاوزوا. خلنا نفسر لك نفسانيا هو شنو يصير. لي بارون في وقت من لي غران بارون في وقت من الاوقات كانوا دي بارون وكانوا مشغوبين برشا، متطلبات الحياه بالشغل، بالاشغال المنزليه، الام تبدا لها في الاشغال المنزليه، البو تلقى له بالشغل، معناها ما عندهمش وقت لصغيرهم. وقت اللي يوليوا في طور الجد والجده فما ان راتراباج يصير. داك اللي ما عملوش مع ولاده باش يعملوا مع ولاد ولاده. فوالا دونك لي بارون ماذا بيهم زادا يفهموا النفسيه نتاع لي غران بارون، خاطر هما نهار اخر باش يوليو دي غران بارون. دونك ما يسالش نسمحوا لهم باش مع وضع معناتها دي ليميت، معناتها حتى انت باش تقول امك ولا لبوك راهو ما تعملش مع ولدي هكاكا ولا ما تدلوش برشا، ماذا بيك مش قدام الصغير ساعة دو اون. والحاجة الثانية ماذا بيك ما غير ما تجرحهم، فهمت؟ خاطر هما يبداو في العمر هذاك حساسين، يبداو بلو سنسيبل، معناها اون فوا زادوا كبروا في العمر باش يوليو حساسين أكثر أكثر، فهمت؟ لكن ما ننساوش راهو عندهم دور مهم في مساعدة الأولياء، ما غير ما يكون كيف ما فسرنا ما يكون تدخل، معناها وإلا اون ريجيديتي، معناها نفرضوا آرائنا عليهم بصفة عامة. هذيك التدريب يكون راهو يصير تدريب في وسط العائلة، وعندهم دور آخر لي غران بارون مهم اللي مثلا فما الاجتماع نتاع أولادهم أولاد أولادهم مرة في الأسبوع بصفة عامة في العائلات الكل مرة في الأسبوع، فما لما عند لي غران بارون مفطور نهار الأحد ولا عشاء نهار السبت، كل عائلة تختلف العادة نتاعها. أكل اختلاط مع لي كوزان اي لي كوزين، هذاك راهو عنده دور تواصلي مهم ياسر. الانتماء للعائلة راهو مهم، معناها ما نكونوش احنا الاولياء نحاولوا نخليوا فضاء نتاع اريحيه بالنسبه لك الصغير اللي يحب الجد والجده، والجده والجده اللي يحبوه، لكن ما غير ما نخليوه يسيطروا على حياته والا خلي معناها هكا الدليل المفرط هذاك، خاطر من بعد يكون زاده شويه اضطراب في الشخصيه نتاع الطفل. باهي كيف ندلوا الصغير ونحسوا اللي هو محبوب، اللي فما محبه، فك التواصل هذاك نحاولوا. انا ننصح الاولياء خاصه باش يفهموا راي هذاك ماهيش اوتوريتير ولا حكم ولا سيطره، راهي هذيك محبه. اذا ناخذوها من الكوتي هذيك نوليو احنا بينا بلو سوبل، فهمت؟ لكن زاده ما ننزلوش برشا على لي غران بارون. وي
خاطر ساعات تلقاهم اولياء معناها ما عندهم اوكان سونس دو لا ريسبونسابيلتي، يرميوك الصغير عند لي غران بارون وكهو يتربى في دار لي غران بارون نتاعو من الاول للاخر. ساعات حتى قريت وكل اللي كملها عندهم برشا يصير هكاك. ماذا بينا لي بارون ياخذوا الدور نتاعهم، لي غران بارون يساعدوهم اك الصغير يتربى معناتها بتوازن وعنده موروث معناتها موجود قدامه وعنده انتماء لك العائله هذيك، عنده دي فالور عاش بيهم، وخاصة وخاصة أكل المحبة أكل اللي أكثر يحسها أكثر من اللي يحسها من اللي بارون تاعو، يحس اللي جدو وجدته يحبوه أكثر ويخافوا عليه أكثر ويدلوه أكثر. خبية دونك ناخذوا ديما ماذا بينا ناخذوا الجانب هذايا اللي حاجه مهمه برشا في التوازن النفسي، وانه الصغير نتاعنا يحس بالستابيليتي بالكيليب والحنان ومتاع حمايه اللي تنجم يوفروا الكادر نتاع الجد والجده. شكرا لك دكتوره، يعطيك الصحه دكتوره عفيف شرعت طبيبه نفسانيه، على النصائح هذه كلها ربي يفضل لكم صغيراتكم ويفضل لكم امهاتكم وابائكم زيده. ولازم تكون ديما فما علاقه تواصل كما قالت لنا الدكتوره مع بدايه اللقاء هذايا، التواصل بين الاجيال مهم، وانه ناخذوا الخبره والتجربه من بعضنا ونوصلوها للاجيال القادمه. احنا مازلنا معاكم باش نمشيو لفقرتنا المواليه. جينا لي بون بلون الباهين والممتازين واللي نلقاهم في فقره محلى زينك مع شركه لوديت ومع ليغام المتنوعين نتاع شركه لوديت. تحضر معنا ريما بن معاقل اليوم. صباح الخير ونهارك زين. صباح الخير عفيف. اليوم باش نوريكم لو موديل دوتيليزاسيون نتاع كلك غام دو لا مارك لوديت اللي هي لا غام نوار دو كيراتين كومبلكس ولا غام جون. Très bien. Qui m'aura ou la mode d'application très facile. Juste, il suffit que je tape les étapes. Qui m'a ajouté à faire la vidéo. La vidéo est en train de faire la page Facebook Lodet ou la page Instagram Lodet Z. La gamme kératine noire, gamme fiche hatta moyen de chimie, la sulfate, la parabène, la colorant, la hachai, tazes nos mots au char, mante qui n'estamlo, manchafouj de la char interne, kif kif les gammes vitellites, manjouda une gamme nutritive, les hiebes l'huile d'argon, on escoltarf les effets de l'huile d'argon, kadesh behir char, ouïradeh, kif kif la gamme. بروتكسريس بالويل دو ماكاديميا اللي هو يغذي الشعر الشعر الجاف ويكثفها زيدا. نتعديو القام الاخر، القام اللي تصلح الشعر اللي هي بالكيراتين للشعر الجاف والمتقصف. معناتها هوني نشوفوا اللي نلقاو لوديت تخمت في الانواع في انواع الشعر كل مهما يكون شنو الاشكال اللي عندك في شعرك. لازم تلقى قام من شركه لوديت خاصه بك، كوسوسوا في القام نواغ دو كيراتين والا في القام جون دو فيتيليت سولون لي بوزوان نتاع شعرك بالضبط. بالضبط، معناتها اي امراه عندها اي مشكله في شعرها ما عليها كان تستعمل لوديت وعينيها مغمضه. وكي نقولوا باك اوديت معناتها نحكيو على 100 مليليتر نتاع شامبوان، 100 مليليتر نتاع ماسك، و100 مليليتر نتاع سيرون. معناتها كونتيتي تكفيك. تبارك الله، كونتيتي جينيروز تزازيها هي وتزازي كل العائله. نحكيو على ايترا شامبوان، نحكيو على ايترا ماسك، دونك حاجه ممتازه برشا. به وين نجموا نلقاوكم؟ نجموا نلقاو لوديت سور لا باج فيسبوك والا على انستغرام. كيف كيف زاد لوديت خليت نومرو جوانيابل 707 على ذمتكم اللي هو 58 036 113. تري بيان، ميرسي بوكو ديما، يعطيك الصحه. نذكركم وانكم تنجموا تلقاو انستغرام وفيسبوك لوديت، عندهم دي كونسيي يخدموا 24 ساعه على 24 ساعه 7 جور سور 7 في اي وقت تنجموا تكلموهم، ينصحوكم ويختاروا معاكم انهي القام اللي تمشي مع شعرك. بيان سور متوفرين في لي غراند اسباس، متوفرين في لي بارا فارماسي، وزاده ينجموا يبعثوا لكم في اي بلاصه ليفريزون موجوده على كامل تراب الجمهوريه. احنا ما بقالنا توا كان باش نمشيو لاخر الحلقه نتاعنا باش نزينوا طاولتنا ونجيوكم.
طاولتنا حضرت وفطورنا احضر. يعطيك الصحة شيف سيد. عايشك عفيف مرسي. كيما العادة الماكلة البنينة ولا بيل بريزونتاسيون تاع الشيف هذوما اللي توش دو شيف مش كلنا نقدروا عليهم في جارنا وإن شاء الله نتعلموا منك. لا تبارك الله عليك. هكا زينة كيما هذايا الشيف. قبل ما نعملوا أن بتي ريكاب بيان سور طاولة مزيانة كيما هذايا يلزمها الكوفير الهايل والمزيان. اليوم معنا زفير جولد نتاع وينوكس الكوفير 100% ماركة تونسية 1810. نحكيو على كل أنواع الكوفير فراش مغارف سكيكن دوغور بي في دي غارانتي 10 سنين ما يبلاحش ما يتفسخش وما يتقرقش. صحاح نحكيو على 8 فوا بلوس دو سوليديتي ومزيانين برشا. دونك حاجة أخرى زادة نجمو نحطوهم في لافيسيل. ألوغ نعملو أمتي ريكاب شيف. أوكي باهي عفيف. بدينا بالباستيل سينيغاليز اللي هي تشبه برشا البريك دانوني، أما على باز نتاعها هي سردينة ومعها تومات كونكاسيا لاي سيكام و فوالا ريزولتا هكاك. وخذينا شوية صوص بيمونتي نتاع سيكام زادة باش نحطوا الكعبه وناكلوا، فهمتني؟ باش نبدا نوصل ناكلوها ديريكتومون ما تستحق حتى شيء. حتى شيء فوالا. عملنا البلا برانسيبال نتاعنا كسكسي بالكالامار فارسي. الروس نتاع الراس نتاع الكالامار حطيناه في الفارس من الداخل مع السلق وشويه هريسه زاده نتاع سيكام والكسكسي اللي بيدور نتاعنا جويد بالطبيعه. وعملنا سلايطه خضراء زاده نتاع فينوي شويه تون والفوندون شوكولا هو الديسير نتاعنا زينا بكريم شانتي نتاع ناتور. خلينا احنا باش زينا بها الفوندون نتاعنا وشويه فريز وشويه فريز. يعطيك الصحه شيف مع الفوندون المزيان هذايا. انا جبت لك القهوه سيليكسيون تاع الجولدن كوفي اللي هي حاجه ياسر بنينه تعامر الراس ونعديو بها الفوندون نتاعنا ممتازه برشا. ما بقى لي كان باش نشكركم على حسن المتابعه. ميرسي بوكو ارتيزانات باردو على اللبسه نتاع اليوم. ونعطيكم موعد في حلقة غدوة إن شاء الله من نهاركم فل. ويكاند مشاهدة طيبة لبقية برامجنا على قناة الحوار التونسي. باي باي.